خليه يسولف لك سالفة الحمار اللي هج فيه. الله يكرمك. ايش السالفة؟ ايش السالفة؟ الله يخلي عليك السالفة. خل 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 ادخل الله تعالى هو السالفة. اسمع السالفة. سعد فهد. كنا طالعين منتزه خرطم. عندنا منتزه خرطم فوق. عندكم طبعا من اكبر المنتزهات بالقصيم. اللي فوق في التبع اللي فوق بجبل. جميل. طلعنا عندنا عرض مع فرقة الدنانة. خلصنا عرض جينا بننزل للمزرعة. الحمار ابو عرب ورا. الحمار كان معكم في العرض؟ اي معنا بالعرض، احنا راكبين بالعرب اللي بالحمار. ايوه طلعنا من المنتزه في طريق مختصر ردميه ننزل له الى المزرعه قريب، نزله كذا دحديره. الحمار يوم انه تكرم نزل مع النزله شد رجله شد، وعيال ورا متعلقين كل ابوهم طاحوا. اقول له انا وسعود ورجلك رجلك ما الجبل بوطيق عدل بوطيق يسار، احنا لازم نلف يسار عشان نروح المزرعه. الحمار وجه للنص، لا راح يمين سيده ولا راح يسار، للجبل وجه للنص رد مي كذا طيح. نطحنا بنموت. لا اله الا الله. وسعود يحاول يمسه عيا عيا كذا. سعود بعد قامط يوم اي سعود بعد مريان قز امي بالعربي يطيح وراه. خلى الحمار وامسك طرف الحبل انا وامسه كذا يسار. مريلف ولا الحمار هو العربه كذا وتطيح وينقطع الحبل اللي متعلق بالحمار. مرهجب وحمار يسقع بالحبس. ينزل سعود قد يضحك. والله انكم سلمتوا. احنا ميتين. ايه في النزله اللي بعد المنتج على طول. لا هذه قار ليته قار ردميه. أوهو. قبل قبل. هذا شعيب. ايه احنا لقيك رايحين مع طريق مختصر. طريق مزارع. تصرفوا في الحمار. لا لا غير ذلك يوم وصلت المزرعه لقوه قدامهم الحمار. يوم نزلنا عمر يمشي حمار لحاله روح حجر الشب كان رجل الرجلين نمشي. شوف الحمار هذا يا عرب من اذكى الناس اللي تعطيه درب خلاص. يحفظ ضربه. شوف ذي خبط ومصدم دزه على المزرعه قدامه. هذا حمار تبع مزرعه ابراهيم العيسى الله يمسيه بالخير. هو ذاك اللي جبتوه لنا في القريه؟ ايه اللي قاعد تحرجون عليه ما ادري تسومون عليه؟ ها؟ والله جد جد يا ابو حامد انا اطلب من فرقته تجي. والله شوف انا العام